سنة 1964، وفي إحدى ليالي الإسكندرية الجميلة وفي إحدى الحفلات العائلية، يحصل الإعجاب ما بين الشاب المصري الوسيم النقيب طيار عباس حلمي محمود وبين إحدى الفتيات الجميلات اللي تصادف وجودها في نفس الحفل، وبدون أي تفكير أو تردد قرر عباس أنه يتقدم لخطبتها. البنت كانت جميلة، والدها دكتور جامعي ووالدتها طبيبة تخدير، وكان عباس في الوقت ده في احتياج شديد أنه يستقر، وخصوصا أنه كان مصاحب واحد اسمه عماد. عماد كان بالنسبة لعباس هو صديق السوء، لأنه علمه كل ما هو حرام ما بين خمور وعلاقات محرمة، مفيش أي حاجة حرام إلا وعلمها له. وللأسف عباس ما احترمش البدلة العسكرية ولا احترم تعاليم دينه، بل على العكس غرق مع عماد في مستنقعات الحرام. ولكن عباس لما خطب توقف تماما عن كل علاقاته المحرمة، وقرر إنه يفتح صفحة جديدة ويبدأ حياة نظيفة مع خطيبته، لحد ما حصلت الصدمة ووالدة عباس ماتت. كان بيحبها جدا لدرجة انه اصيب بحالة نفسية سيئة جدا جدا، لدرجة انه ما كانش بينزل اجازات من شغله، ولا كان طايق يدخل البيت طول ما والدته مش موجودة فيه. وطبعا خطيبته كانت بتحاول معاه بقدر الامكان انها تخفف عنه، لكن عباس كان مصر على العزلة والابتعاد عن كل الناس. لحد ما في يوم عباس نزل اجازته واتصل عليه صاحبه الشيطان صديق السوء، قال له تعالى لي النهاردة، انا عندي ليك سهرة هتعجبك قوي قوي وهتطلعك من الحالة اللي انت فيها. وفضل يلح عليه لحد ما عباس وافق، وراح له عباس بالفعل. واول ما وصل هناك عماد قال له، انا عندي ليك هدية هتنسيك كل همومك، وهديتك مستنياك في الأوضة. فتح عباس باب الأوضة وياريته ما فتحه. تحصل الصدمة، خطيبته في أوضة نوم صاحبه، اتسمر في مكانه والمفاجأة خرست لسانه، وما كان منه إلا أنه نزل عليها ضرب وبعد كده سابها وخرج. قطع أجازته ورجع تاني لشغله، لكن حالة الصدمة اللي كان فيها خلته طبعا في حالة عدم تركيز، وارتكب عدة أخطاء تكاد تكون قاتلة. تم تعنيفه من قياداته أكتر من مرة، ولكن في إحدى الطلعات كانت هي الطلعة الأخيرة بالنسبة له. عباس كان طيار ماهر في قيادة أهم طيارة كانت موجودة في الجيش المصري في الوقت ده، الميج 21، والخطأ اللي ارتكبه اليوم ده كان خطأ لا يغتفر وما ينفعش انه يمر مرور الكرام. وعشان كده وبسبب الخطأ ده تم منعه من قيادة الميج 21 ورجعوه يسوق طيارات التدريب مرة تانية. طبعا دي بتبقى انتكاسة في حياة أي طيار، ونقطة سودة في ملفه العمر كله، لحد ما في يوم وأثناء طيرانه بطيارة التدريب السوفيتية الياك 15، وفي لحظة جنون يقرر انه يدخل بالطيارة اجواء جيش العدو، بس مش رايح عشان يضربهم، ده رايح عشان يترمي في احضانهم. اول ما دخل الاجواء عندهم لقى طيارتين بيعترضوه وبيأمروه بالرجوع، لكنه عمل حركة تمويجية يمين وشمال، ودي في اعراف الطيران معناها الاستسلام والرغبة في الهبوط. نزل بالفعل هناك وما كانوش مصدقين نفسهم، طيار مصري جاينا برجليه ومن غير اي تعب مننا في اي حاجة. طبعا كان كنز بالنسبة لهم، وخصوصا لما عرفوا انه قائد للطيارة الميج 21. بس السبب بقى ليه عينيهم لمعت والفرحة ما كانتش سيعاهم لما عرفوا انه قائد للطيارة الميج 21؟ لان في الفترة دي السوفييت فقط هما اللي كانوا بيمتلكوا الطيارة الميج 21، والطيارة دي حرفيا كانت عاملة رعب عند الامريكان والاسرائيليين، لانها كانت متفوقة على كل الطيران الحرب الموجود في التوقيت ده، وكانوا الامريكان والاسرائيليين هيتجننوا ويعرفوا سر الطيارة دي. وطبعا السوفييت كانوا رافضين يبيعوها تماما للامريكان او للاسرائيليين، وعشان الاتحاد السوفيتي يغيظ الامريكان اكتر قام بايع الميج 21 لثلاث دول عربية، باعها لمصر والعراق وسوريا عشان يتفوقوا على سلاح الجو الاسرائيلي. طبعا الموضوع ده جنن الامريكان والاسرائيليين لدرجة انهم عرضوا جايزة $1,000,000 لاي طيار عربي يهرب بالميج 21 ويروح لهم. واول حاجة عملوها وعشان يزغللوا عينيه قالوا له، احنا كنا رصدين جايزة $1,000,000 للي يجيب لنا الطيارة ويجي، ولكن مش مشكلة، احنا هندي لك هدية $200,000، مش عشان الطيارة التعبانة اللي انت جاي بيها، بس عشان انت اول طيار عربي شجاع يهرب من بلده ويجي لنا، وهيجاوبنا على كل الاسئلة اللي احنا مش لاقيين لها اجابة. بدأوا بقى معاه تحقيقات واستجوابات مكثفة جدا جدا، واول حاجة عملوها انه حطوه على جهاز كشف الكذب. كان همهم الأول والأخير يتأكدوا إن عباس جاي لوحده
ما هواش مزقوق عليهم من جهاز المخابرات العامة المصرية. 6 من الخبراء الفنيين ملمومين حواليه وكلهم بيسألوه ويستجوبوه. يدوب واحد يسأل وقبل ما يرد عليه التاني يدخل، وقبل ما يرد يلحقوا التالت. أهم حاجة عندهم ما يخلوش يلحق يفكر، لحد ما دماغه لفت منهم. وفي الآخر كانت النتيجة إنه تمام وملوش أي علاقة تماماً بالمخابرات المصرية. وعلى الرغم إنه عدى من كل الاختبارات إلا إنهم برضو مازالوا شاكين فيه. عشان كده كلموا المخابرات الأمريكية وبلغوهم باللي حصل. رئيس جهاز CIA هناك راح جاي بعت لهم فريق من عنده ومعاهم أحدث جهاز لكشف الكذب. أول ما وصلوا على تل أبيب قعدوا مع عباس، استجوبوه وعصروه لحد ما في الآخر طلعت النتيجة هي هي، عباس ملوش أي علاقة بالمخابرات المصرية. وبعد ما اطمنوا له خلاص استلموه بقى أسئلة، تحقيقات، استجوابات، اوصف لنا الطيارة، ارسم لنا العدادات، المواصفات، التسليح، عدادات التحميل، الموبينات، الرادار بتاعها، كل حاجة تخص الميج 21. ومع كل إجابة منه كان هو بيغرق أكتر في مستنقع الخيانة، وكانوا هما بتزداد فرحتهم ونشوتهم بالانتصار بالطيار المصري الخاين. وعرفوا بقى انهم يستغلوا الموضوع اعلاميا اسوأ استغلال، وعملوا مؤتمر صحفي كبير زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا عشان يتباهوا بالكنز السمين اللي وقع في ايديهم. عايز اقولك ان وصلت بيه درجة الخيانة اثناء المؤتمر الصحفي انه كان بيوجه رسائل لزمايله بالاسم، وكان بيوجه رسائل تحريضية لكل طيار عربي يقدر يهرب من بلده ويروح اسرائيل، وكان بيزغلل عينيهم انهم يهربوا بالطيارة الميج 21 وياخدوا الجايزة $1,000,000. وبعد ما استنزفوه بقى وخدوا منه كل المعلومات اللي هم عايزينها وضربوا بيه ضربتهم الإعلامية، أخدوه ورموه كده في وظيفة مؤقتة إنه يجمع كل الأخبار العسكرية من الجرايد المصرية والعربية، وطبعا برضه براتب مغري جدا وبكل الإغراءات اللي تخليه قاعد معاهم. على الجانب الآخر بقى في القاهرة حالة من الغضب المصحوب بالصمت والقرار الذي لا رجع فيه. الكلب ده لازم يجي وحي مش ميت بأي تمن وبأي طريقة. في الفترة دي بقى كان عباس عايش حياته هناك بالطول والعرض، فلوس، نساء، خمور، خيانة، حياة كلها حرام في حرام. لكن مع كل يوم بيعدي كان بيتدمر نفسيا لدرجة ان النوم طار من عينيه. كان عنده دايما اليقين انه هيقع هيقع. ومع دمار نفسيته وحالة القلق اللي كان عايش فيها وكمان مع قلة شغله بدأ يحس انه بقى عال عليهم وكارت محروق بالنسبة لهم، فطلب منهم يشوفوا له اي مكان امان في اي حتة في العالم. وهم كمان زي ما يكون قرفوا منه وما صدقوا، عملوا له جواز سفر مزور باسمه شخصية اردنية وروح جايين مصفرينه على الارجنتين. وفي فبراير 1965 طلع من تل ابيب لبونيس اير في الارجنتين، ولما وصل هناك حس انه اطمن شوية وبدأ يعيش حياته وعنده الظن انه بعيد عن عيون الصقور المصرية. ولكن طبعا عين الصقر ما بتنامش، وفي نفس الوقت لازم الحرام يغلط الغلطة اللي توقعه. وعلى الرغم من تحذيرات الموساد ليه بانه ما يتواصلش مع اي حد من اهله، الا انه كتب جواب طويل شرح فيه لابوه كل حاجة حصلت وطلب منه انه يسامحه، وراح جاي واخد الجواب وبعته على ابوه في اسكندرية في مصر. يقع الجواب في ايد مين؟ في ايد المخابرات العامة المصرية اللي كانت في الوقت ده بتراقب كل الجوابات الصادرة والواردة من أوروبا. الجواب ده بقى كان بداية الخيط، وعرفوا من الأختام اللي عليه الجواب جاي من مين ومنين. وحددوا فريق من أكفأ ضباط جهاز المخابرات المصرية وأخدوا بعضهم وسافروا على الأرجنتين. وأول ما وصلوا العنوان اللي كان مكتوب على الجواب قلبوا المكان هناك حرفيا، ولكن عباس فص ملح وداب ملوش أي أثر تماما. واستمروا في البحث عنه هناك شهر كامل ولكن مفيش اي نتيجة. لكن الصقور طبعا ما بتهداش ودماغ صحية ما بتنامش. واحد من الضباط قال ايه؟ قال مدام عباس خاطر وبعت جواب لابوه، اذا ابوه ده اعز واحد بالنسبة له. طب وبعدين؟ وراحوا جايين منزلين خبر في الجرنان كان عنوانه وفاة والد الطيار الهارب، وقالوا هيحصل حاجة من اتنين. الحاجة الأولى إن عباس يبعت جواب مرة تانية، وفي الحالة دي هنعرف من عنوان الجواب عباس لسه موجود في نفس العنوان ولا غيره ولا حتى ساب الأرجنتين خالص. الحاجة التانية إن ممكن عباس يتصل بالتليفون، وكده كده
احنا مراقبين كل التليفونات، فسواء اتصل بالتليفون او بعت جواب، اهم حاجة عندنا ان احنا نحدد مكانه. وكانوا واثقين ومتأكدين ان عباس بيتابع الاخبار في مصر، وده بالفعل اللي حصل. واول ما عرف الخبر لقط الطعم وراح جاي مكلم مين؟ كلم الموساد. الموساد قالوا له ما تعملش اي حاجة الا لما نتأكد الاول، استنى كام يوم لحد ما نتأكد من الخبر وهنبلغه. لكن عباس ما سمعش الكلام وما استناش، كتب جواب وراح جاي بعته على مصر، بس المرة دي بقى بعته لصاحبه عماد اللي كانت المخابرات برضه مراقباه. طبعا الجواب وقع في ايد المخابرات المصرية، بصوا لقوا عباس مغير العنوان تماما، اخدوا بقى العنوان الجديد وبلغوه للرجالة في الارجنتين. ولما الرجالة وصلوا للعنوان الجديد لقوا الهدف هناك بالفعل، بدأوا بقى يحطوا خطتهم عشان يشوفوا هيرجعوا الهدف لمصر ازاي. ولما راقبوا الهدف عرفوا ان كل يوم بيروح بار يشرب يسكر يروح البيت عميان مش شايف قدامه. وفي يوم من ايام اغسطس 1965 حددوا ميعاد التنفيذ، وحجزوا قبلها تذاكر على باخرة ارجنتينية رايحة الدار البيضاء في المغرب. وفي الميعاد المحدد كانوا منتظرينه في غرفته، رجع بالليل سكران عميان مش شايف قدامه، أول ما فتح لقاهم في وشه، كانوا مجهزين حقنة التخدير، خدروه وحطوه في صندوق خشب كانوا مجهزينه مخصوص علشانه، وبطريقة ما طلعوا الصندوق على السفينة، بعد ما اتفقوا مع بعض عمال الشحن اللي بيطلعوا الشنط والصناديق، دفعوا لهم وفهموهم إن الصندوق ده جواه حاجات تخصهم بس مش عايزين الجمارك تشوفه. طلع الصندوق وغادرت السفينة على ميناء الدار البيضاء، وهناك كانوا رجالتنا بقى نسقوا مع رجالة المخابرات المغربية، وبمنتهى التعاون أول ما وصلت السفينة نزلوا الصندوق، وكان فيه هناك طيارة مصرية عسكرية في انتظاره. أول ما وصلوا طلعوا الصندوق على الطيارة المصرية وغادرت من الدار البيضاء على القاهرة. وهنا بقى كان بيكمن السر ورا تصميم المخابرات المصرية إنها تجيبه مخطوف وحي، عشان يعرفوا الكيان الصهيوني إن المخابرات المصرية ليها ايد طايله في كل مكان في العالم. وبعد التحقيق معاه والاعتراف بكل حاجه وبكل التفاصيل من البدايه للنهايه، تم الحكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص. وكان طلبه الوحيد قبل تنفيذ الحكم عليه انه يشوف ابوه ويطلب منه انه يسامحه، ولكن ابوه رفض تماما، ورفض كمان انه يستلم جثته بعد التنفيذ. وتم تنفيذ الحكم عليه في يناير 1966. ولحد هنا وخلصت حلقة النهاردة، ودي كانت عملية الطيار الحربي الخاين. كل اللي عايزك تعرفه ان عندك جهاز مخابرات من اقوى اجهزة المخابرات على مستوى العالم. عاش الشعب المصري العظيم وتحيا مصر، والى اللقاء. السلام عليكم.